اسمه عربي وشكله عربي وعقليته أكتر حاجة تعرفك إنه عربي. موهبة جبارة قادر يعمل أي حاجة في الكورة، بس الدماغ بعافية شوية ما بيشغلهاش، وسقف طموحه في الكورة كان محدود شوية. أي نعم حقق حاجات كتير، لكنه ضيع على نفسه حاجات أكبر بكتير أوي. كان قادر يبقى أسطورة، وكان قادر يكتب اسمه في تاريخ الكورة بحروف من ذهب، لكنه ليه كل واحد دماغه مريحاه. سمير نصري واحد من اللعيبة المسلمين اللي من أصول عربية اللي مروا على الكرة الأوروبية. اتولد في 26 يونيو 87 في مدينة مارسيليا بفرنسا. أبوه حميد نصري كان سواق أوتوبيس، وبعدين بقى وكيله لما البلية لعبت معاه. وأصوله من مدينة قسطنطين الجزائرية، وأمه وسيلة بنت سعيد ربة منزل وأصولها من مدينة بسكرة الجزائرية. أبوه وأمه تقابلوا في فرنسا وتولدوا فيها، لكن جدوده هم اللي هاجروا من الجزائر لفرنسا وقت الثورة الصناعية في أوروبا. من وهو عيل كان واضح عليه أثر التمرد، والدم العربي بيجري في عروقه، فكانت مشاكله كتير وبتاع خناقات، لكن في نفس الوقت كان مدمن كورة 24 ساعة في الشارع، وده اللي خلاه يتعلم مهارات كتير قوي من اللعب في المساحات الصغيرة. أبوه لما شافه متعلق قوي بالكورة ودى النادي اللي في الحي أهو يطلع طاقته هناك، وفعلا سمير تقلق وهو لسه عيل يدوب 6 سنين. بعدها انتقل لنادي اسمه بن ميرابو، نادي صغير برضو بس متشاف اكتر. وفعلا مهارات نصري وصلت لفريدي اسولين كشاف نادي مارسيليا اللي راح يتفرج عليه وانبهر بيه، وبلغ ادارة مارسيليا انهم لازم يتعاقدوا معاه. وقتها كان سمير بيلعب دورة مجمعة في ايطاليا، وكشافت ميلان كانوا حاطين عينهم عليه، لكن مارسيليا كان اسرع، وابوه وامه قرروا انه يكمل في فرنسا، خصوصا انها مدينته اللي اتولد فيها. وفعلا انتقل لأكاديمية مارسيليا وهو عنده 9 سنين بس. وخدها قاعدة في عالم الكورة، الموهبة بتتكلم أقوى من مليون لسان. نصري كان مجنن الكل في الأكاديمية، كان أشهر وأحسن لاعب فيها، والمسؤولين في مارسيليا كانوا بيعدوا الأيام علشان يوصل للفريق الأول. وفعلا سمير وصل للفريق الأول وهو عنده 17 سنة، وكان لاعب أساسي كمان من الموسم الثاني ليه، لعب معاهم في 4 سنين بس 166 مباراة، سجل 12 هدف وصنع 30، وقاد فرنسا للفوز بأمم أوروبا للناشئين 2004 بعد ما سجل هدف الفوز في النهائي. الواد بقى عنده 21 سنة ومبهر للعين، ومارسيليا جدد عقده فورا علشان يحافظ عليه، لكن دخل أرسن فينجر بنفسه علشان يقنعه يروح أرسنال، الفريق اللي كان بيلعب نهائي أوروبا من سنتين بس. نصري ما قدرش يمسك نفسه قصاد أضواء وشهرة البريمير ليج، ويوافق فورا، ومارسيليا باعه ب 16 مليون يورو، وده رقم كبير قوي سنة 2008. من يومه الأول في أرسنال، أرسن فينجر كان شايف في عينيه نظر التمرد، وكان عارف إن لاعب زي ده بعقلية زي دي الحل الوحيد علشان ينجح إنك تسيبه يلعب بحرية وياخد راحته في الملعب. وقد كان نصري مع فينجر لاعب جناح يمين وشمال، صانع لاعب ولاعب محور، اي مكان بيبدع فيه لعب فيه، وكان ليه حرية كاملة في الحركة والاداء الفردي من غير قيود. ولما تعمل مع نصر كده تتأكد ان النتائج محتومة، وفعلا كان ترسي ناجح في مكانة متعة ارسنال، ويا ما سجل وصنع اهداف خيالية مبهرة، وكان مبدع مبدع بجد. لكن الصدمة الكبيرة ليه كانت لما رفض ريمون دومينيك استدعائه لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2010، رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب فرنسي في نفس السنة. دومينيك ده كان راجل متني وبيكره العرب والمسلمين عموما، والمنتخب خرج بفضيحة وغار في 60 داهية. نصري لعب موسم كمان مع أرسنال، لكنه كان عارف إن الموضوع هنا مجرد لعب ممتع ونجيب كام جون وتعشي، وهعتزل وأنا مش معايا بطولة أوريها لعيالي. فقرر في 2011 يخلع زي ما غيره خلع، وطلب من أرسن فينجر يرحل للسيتي. فينجر كان رافض ومتمسك بيه، لكنه كان عارف ان ده بالذات ما ينفعش يكمل غصب عنه، فقرر يسيبه يروح السيتي. السيتي تعاقد مع نصري ب 27.5 مليون يورو، وانتهت افضل سنوات مسيرته مع أرسنال ب 125 مباراة ب 27 هدف و 15 اسيست، وبدأ فصل جديد في مانشستر سيتي. اول موسم ليه في
في السيتي لعب 30 مباراة في الدوري، سجل 5 أهداف وصنع 9، والسيتي فاز بالدوري. يومها خرج بتصريح مستفز لجماهير أرسنال، قال فيه إنه كان صح لما مشي، وإنه في أول موسم في السيتي حقق الدوري، ولو كان في أرسنال كان هيعتزل قبل ما يعملها. وحقق مع السيتي بطولتين دوري وواحد درع خيرية، وكانت الدنيا ماشية تمام لحد ما جه كأس العالم 2014. والغريب إن برضه نصري ما تمش دعوته، ليه؟ مفيش أسباب. وخطيبته طلعت تشتم فرنسا والمدرب وأي حد كان معدي، وساعتها قرر يعتزل دوليا وهو لسه عنده 27 سنة. لكن دي ما كانتش آخر ضربة، وصل بيب جوارديولا وتحول نصري من لاعب مهم للاعب دكة. بيب مش بتاع الحال المايل وكل واحد يلعب بمزاجه، لا، هتلتزم اهلا وسهلا، مش هتلتزم اطلع بره وخد الباب وراه. وده اللي حصل مع نصري اللي كتب بيب نهايته مع السيتي. بعد ما لعب 176 مباراة سجل 27 هدف وصنع 40، تمت اعارته في البداية لإشبيلية ولعب معاهم موسم واحد بس، 30 مباراة سجل 3 اهداف وصنع 3، لكن إشبيلية مرضيوش يشتروه، والسيتي باعه لأنطاليا سبور التركي ب3.5 مليون يورو. ومن هنا بدأ كل الانحدار اللي ممكن تتخيله، بداية من انه توقف بسبب المنشطات موسم كامل، بعدين وستهام قرر يديله فرصة لكنه فشل بشكل ساحق معاه ومشوه. ومن هنا كان واضح ان الكورة ما بقتش في دماغه، راح اندرلخت وما عملش حاجة واعتزل وهو لسه عنده 33 سنة. نصري لاعب ممتاز كان قادر يروح مكان تاني في الكورة، لكن دماغه عقليته خلت خياراته محدودة ومش محبوب من الفرق. بعد سنين وسنين حد يعرف نصري او يذكره كلاعب مميز؟ لكن اللي عاش الحقبة دي هيفضل فاكره.